وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين مشاهدينا ومتابعينا الكرام نتواصل مع حضراتكم مع تواصل هذه التحديات. وهنا انطلاقة الشوط الأول الخاصة بفئة القعدان الحقائق والإنتاج الشخصي، أول أشواط الإنتاج الشخصي لفئة القعدان. نسير مباشرة إلى مقدمة الشوط ونتابع هنا ما يقدمه المنتجين هنا على مقدمة هذا الشوط والانطلاق. صياد علي بن حليس بن سعيد الاعفاري أول المنتجين المنطلقين على المركز الأول، بينما المركز الثاني هنالك فريح القادم لسيد سيف بن غالب بن سلطان المنصوري. ننتقل ونتابع المركز الثالث والأسماء القادمة، هنالك المختبر سالم بن محمد بن حمد راعي الشيجة العامري، والوصول أيضا هنا من مغرد منصور بن صالح بن عبد الله بن حبتور العامري على المركز الرابع. المركز الخامس هنالك المتواجد الظبي هادف بن حمد بن عفصان المنصوري، شعار بن عفصان بدأ يتواجد هنا مع هذا الانطلاق في دائرة التحدي ودائرة المنافسة مع المركز الخامس. المركز السادس سادس التحديات والانطلاقات المتحد سعيد بن الرملي بن محمد العامري، وصل شعار بن الرملي أحد الشعارات المميزة في عالم سباقات الهجن أيضا يتواجد هنالك على المركز السابع. مشاهدينا ومتابعينا الكرام شرط لسيد ناصر بن محمد بن خميس بن علي البطيني القادم على مستوى المركز السابع. المركز الثامن لطام راشد بن ساري بن علي المنصوري مع اسم لطام القادم على ثامن التحديات. والمركز التاسع الوصول والانطلاق مع هداد سيف بن سعيد بن محمد بن كيلة العامري، والمركز التاسع هنالك الكايد راشد بن مبارك بن سلطان بن قران المنصوري، وايضا وصول شعار المجازف مع ظبيان محمد بن عتيق بن زيتون المهير يقدم لنا ظبيان على المركز العاشر. هذه النتيجة للعشرة المراكز الأولى وندائنا الأول لمسيرة هذا الشوط. نعود بحضراتكم إلى مقدمة الشوط. صياد المقدمة، صياد المركز الأول، علي بن حنيس بن سعيد الاعفاري من يقدم لنا صياد على الانطلاق الأول. المركز الثاني هنالك لطام راشد بن ساري بن علي المنصوري مع انطلاق لطام. المركز الثالث شعار بن عفصان على ثالث التحديات الظبي وهادف بن حمد بن عفصان المنصوري، وأيضا ظبيان محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يقدم لنا ظبيان على المركز الرابع. شعار بن غالب على المركز الخامس. الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، كيلو التحديات المقدمة الانطلاق الأول. لا زال صياد مسيطرا على المركز الأول. المركز الثاني نتابع شعار بن عفصان على المركز الثاني، يتواجد هنالك هادف بن حمد بن عفصان المنصوري مع انطلاق الظبي، الظبي على المركز الثاني. المركز الثالث بدا يتقدم الان وينطلق لطام راشد بن ساري بن علي المنصوري يتقدم الان، ولكن المجازف، المجازف بدا بالمجازفه هنا على المركز الاول. محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يقدم لنا ظبيان العصافة الأبطال، ظبيان على المقدمة، ظبيان على المركز الأول. جولة التحديات، جولة الأوامر هنا، وظبيان هو المسيطر. الأسماء القادمة من الجانب الأيمن عرمرم محمد بن سعيد بن محمد الوهيبي بدأ يتقدم الآن، وأيضا هنالك المتواجد المختبر سالم محمد بن حمد راعي الشيجة العامري. الله المختبر، المختبر سالم بن محمد بن حمد راعي الشيجة العامري، وأيضا ظبيان، ظبيان محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. ولكن اللحظات الأخيرة تهانينا، تهانينا والناموس لمالك المختبر، المختبر ظبيان، ولكن المختبر سالم بن محمد بن حمد راعي الشيجة العامري. المركز الثاني ظبيان محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. المركز الثالث وصل عرمرم محمد بن سعيد بن محمد الوهيبي. المركز الرابع وصل الظبي هادف بن حمد بن عفصان المنصوري. المركز الخامس الامبراطور سيف بن خليفه بن محمد الدرعي. هكذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام انتهت مجريات وتحديات هذا الشوط. تهانينا والناموس لمالك المختبر سالم بن محمد بن حمد راعي الشيجه العامري على هذا الفوز والانتصار قاطع مسافه
الثلاثة كيلومترات 4 دقائق 27 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. تهانين والناموس المركز الثاني. وصل ظبيان محمد العتيق بن زيتون الهيري 4 دقائق 27 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للمجازف بن زيتون على فوزه بالمركز الثاني. المركز الثالث وصل على ثالث التحديات عرمرم محمد بن سعيد بن محمد الوهيبي. التوقيت الزمني 4 دقائق 28 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. وتوقيت عرمرم صاحب المركز الثالث. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.